يمرر هنا لدانا أول أهداف في المباراة. نعم، عن طريق عبد القادر إلياس بصورة غاية في الروعة، استحقها الشواهين، استحقها السالية بتمريرة. عادل بدر يصنع إلى عبد القادر إلياس، استلم وسدد بكل قوة في اللقطة الماضية. هنا الاستلام وبعد ذا الله على كرة تمرير تسديدة صفر. نعم، هنا لدينا محاولة لثاني الأهداف. الهدف الثاني لمصلحة السالية، ولربما يقضي على كل الآمال الأهلاوية. شوف فهد يوسف كمان وكمان مدثر يمرر الله على تمريرة مساحة، كرة عادت يقدم مباراة ممتازة، لا زالت لديه. الله، فهد يوسف للثاني. الله خلال هذه المباراة تحت تصفيقات لدينا رشيد تبركيني. نعم، هدف ولا أجمل. ما الذي يفعل عبد القادر الياس؟ شوف في الجهة اليسرى لم ضم، راح وصل بعد ذلك مرر إلى فهد يوسف. بذاك المحترف هنا محاولة، هل يسجل؟ هل يفعلها؟ الله، سجل ماكدونالد. تخيل أول أهدافه، أول أهداف يسجلها في الموسم ماكدونالد مع النادي الأهلي. ما أدري أقول بعد خراب مالطة أو قبل، لكن هذا ماكدونالد مر وعد واستمر وسجل هدف تقليصه. لكن الوقت يمضي، الوقت يمضي. كرة عالية، رأسية مشعل، حمد العبيدي، لا زال جون كارلوس. الله، اشتغل في النهاية، فتحت معاه في النهاية في آخر مباراة في آخر دقيقة للأهلي في كل البطولات. ماكدونالد يسجل باكورد، مقصية، كل شيء يفعل، لكن متى؟ لكن متى يا ماكدونالد؟ يا ماكدونالد، ما في أشياء على